السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الخامس، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم هو نص معلوماتي بعنوان الجمال الحقيقي. ولكن قبل شرح الدرس، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. درس اليوم سوف نتحدث فيه عن الجمال وما هي مقاييس الجمال وملامح شكل الإنسان في مختلف مناطق العالم. ولكن قبل الدخول في الدرس، هناك عدد من الأنشطة التمهيدية سوف نتناولها، كالمثال التالي: نشاط: أمامك شكل بدون ملامح لشخص ألماني، اكتب ثم ارسم الملامح التي سوف تميزه. هو اخترنا شخص ألماني، أكيد الشخص الألماني ده ليه ملامح معينة مختلفة عن الملامح بتاعتنا. عايزين نكتب الملامح ونرسمها في الصورة اللي قدامنا، قدامنا صورة شخص بدون ملامح، يعني هنرسم العينان وهنرسم الأنف والفم ولون الشعر ولون البشرة. طيب الشخص الألماني بيتميز بإيه؟ عندي صورة لشخص ألماني أهي، من خلال الصورة بحدد إن الشخص الألماني له عينان زرقاء، وجهه مستطيل، شعره ناعم وأشقر. يبقى أنا حددت المعالم. طبعا أنت مش هتجيب صورة جاهزة زي كده، أنت هترسم بالألوان اللي معاك، هترسم العينين وتلونها وتلون الشعر وكده. نشاط 2: استنتج معاني الكلمات من السياق واكتبها ثم تأكد من المعجم. زار أبي كثيرا من بلاد العالم بسبب عمله في مجال السياحة. يقول أبي: إن لكل شعب سماته الخاصة وجماله الذي يميزه عن باقي الشعوب. يستطيع أبي تحديد جنسيات معظم السائحين عن طريق ملامحهم، ودائما ما يقول إن لكل شعب ملامح متفردة تميزه. فمثلا الشعوب الآسيوية يميزها شكل عيونها، أما الهنود فيميزهم الشعر الأسود القاتم والناعم. وأضاف أبي قائلا: الجمال الحقيقي ينبع من داخل الإنسان مهما اختلفت جنسيته. بعد قراءة الفقرة عندي كلمة سماته: إن لكل شعب سماته الخاصة. يبقى كلمة سماته معناها إيه؟ ملامحه. بعد كده عندي كلمة متفردة: إن لكل شعب ملامح متفردة تميزه. متفردة معناها تميزه عمن سواه. القاتم: أما الهنود فيميزهم الشعر الأسود القاتم. القاتم شديد السواد. ينبع: الجمال الحقيقي ينبع من داخل الإنسان. ينبع معناها صادر عنه، يعني خارج منه. 2: تتشابه أحرف الكلمات وتختلف المعاني، صل كل كلمة بمعناها. عندي كلمات بيكون لها نفس الحروف وأحيانا نفس الحركات والنطق، بس معناها بيختلف حسب السياق. مثلا عندي: شعر أختي أسود قاتم. يعني إيه أسود قاتم؟ يعني معتم أو فاحم أو غامق. عندي بعد كده بقى أحس. أحس معناها شعر الطفل بالعطش. أحس يعني شعر. جيم: كلام موزون يشبه النشيد. إيه هو الكلام الموزون الذي يشبه النشيد؟ ألقى الشاعر الشعر في الحفل، يبقى الشعر. دال: خاف وفزع. إيه الكلمة التي تدل عليه؟ وقف شعر رأسه عندما رأى ثعبانا يقترب منه. هنا شعر تدل على الخوف والفزع. ننتقل إلى النص، نقرأه أولا ثم نشرح. الجمال الحقيقي: تميزنا وجوهنا، فلكل منا تفاصيل وجهه المميزة، ولكل شعب سماته الخاصة التي يتميز بها. فلسكان شرق إفريقيا من الملامح المتفردة ما يميزهم عن سكان أوروبا مثلا. فلا أحد يخطئ في التمييز بين فرد إفريقي وآخر أوروبي، إذ هناك من السمات ما يكفي لتفرقة هذا عن ذاك.
لون البشرة. يصنف العلماء الإنسان إلى 3 أصناف من حيث لون البشرة، وهم أصحاب البشرة البيضاء، وأصحاب البشرة الصفراء، وأصحاب البشرة السوداء. وبالنظر إلى خريطة العالم يتضح أن لون البشرة يتدرج نحو السمرة مع الاتجاه جنوبا، فهي أقل ما تكون في شمالي أوروبا حيث البشرة البيضاء، ثم تزداد السمرة حتى يتبدل اللون الأسود بالمنطقة الاستوائية وتحت الاستوائية. العيون: للعيون ألوان مختلفة، وقد يبدو أن العيون السوداء هي الأكثر انتشارا، لكن العيون ذات اللون البني الداكن تمثل ما مجموعه 70-80% من مجموع ألوان العيون لدى البشر على كوكب الأرض. أما العيون الزرقاء فتحل ثانيا على كوكبنا، وأغلب سكان ألمانيا يتميزون بها. وهناك العيون الرمادية والخضراء التي تمثل نسبا بسيطة من سكان العالم. وصف العرب العيون بصفات عديدة، منها البرجاء وهي الحسنة ذات البريق، النجلاء وهي الواسعة، الكحلاء وهي التي اسودت جفونها من غير كحل. الشعر: يختلف لون الشعر وملمسه من قارة لأخرى، فالشعر الأسود الناعم المرسل يتميز به الآسيويون، أما بالنسبة لأوروبا فالشعر مختلف ومتنوع، فهناك شعر مرسل ومموج وله اختلافات كبيرة في القطر واللون أيضا، من شعر أسود قاتم إلى الأشقر الفاتح أو الأبيض بالكامل. أما إفريقيا فالشعر مجعد ولونه أسود غالبا. ليس هناك ملامح جميلة وأخرى قبيحة، فكلها ملامح متنوعة ومميزة وهبان الله إياها فلنشكره عليها. الجمال الحقيقي ينبع من جمال الروح بأخلاقها وأدبها. بعد قراءة النص نشرح مع بعض. كل واحد مننا له شكل مميز عن الآخر، كل واحد له تفاصيل وجه مميزة، كل شعب له الصفات الخاصة به اللي بتميزه عن شعب آخر. مثلا سكان شرق إفريقيا لهم ملامح متفردة بتميزهم عن سكان أوروبا. مثلا مصر تقع شمال شرق أفريقيا، يبقى إحنا من ضمن سكان شرق أفريقيا، أكيد الملامح المصرية بتختلف عن سكان أوروبا. فمثلا مفيش حد يقدر يخطئ في التمييز بين فرد إفريقي وآخر أوروبي. أنت لو قدامك واحد إفريقي وواحد أوروبي من غير ما تسأل خلاص بتعرف إن ده أفريقي وده أوروبي. معنى كده إن في سمات أو صفات كفيلة إن أنت تستطيع التفريق بين هذا وذاك. زي إيه مثلا؟ أول حاجة عندي لون البشرة. العلماء صنفوا الإنسان إلى 3 أصناف من حيث لون البشرة. أول نوع أصحاب البشرة البيضاء، ثاني نوع أصحاب البشرة الصفراء، ثالث نوع أصحاب البشرة السوداء. لو بصينا لخريطة العالم هيظهر قدامنا إن لون البشرة بيتدرج نحو السمرة مع الاتجاه جنوبا، بيبدأ السمار يبدأ يزيد 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 كلما اتجهنا جنوبا، فهي أقل ما تكون في شمال أوروبا. طيب ما في ناس سكنة في أوروبا ولونها أسود، دي أساسا بتكون ناس انتقلت من أفريقيا وعاشت واستوطنت في أوروبا، أساسهم مش من أوروبا، حتى لو كانوا اتولدوا في أوروبا فأبائهم مش من أوروبا. ليه؟ لأن أوروبا حيث البشرة البيضاء، بعد كده بتزيد السمرة لحد ما تتجلى البشرة السوداء في المنطقة الاستوائية، في منطقة خط الاستواء وتحت الاستوائية اللي هي المنطقة حول خط الاستواء، سواء في قارة أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية. بعد كده العيون. العيون لها ألوان مختلفة. ممكن تعتقد أن العيون السوداء هي الأكثر انتشارا، لكن لا، العيون ذات اللون البني الداكن، البني الغامق، دي بتمثل
ما مجموعه من 70 إلى 80% من مجموع ألوان العيون لدى البشر على كوكب الأرض. يعني معظم البشر على كوكب الأرض عيونهم لونها بني داكن. أما العيون الزرقاء فتحل ثانيا، العيون اللي لونها أزرق دي تاني لون من حيث الانتشار، وأغلب سكان ألمانيا بيتميزوا بيها. بعد كده العيون الرمادية والخضراء اللي بتمثل نسب بسيطة من سكان العالم. العرب وصف العيون بعدة صفات، زي ايه؟ زي مثلا البرجاء. يعني ايه البرجاء؟ العيون البرجاء هي الحسنة ذات البريق، العين الجميلة ذات اللمعة اللي بتلمع. تاني وصف النجلاء، ايه النجلاء؟ اللي هي العيون الواسعة. والكحلاء هي العيون التي سودت جفونها من غير كحل، تلاقي الجفون لونها اسود من غير ما يتحط لها كحل، كأن الشخص متكحل جاهز. الشعر، لون الشعر بيختلف وملمسه بيختلف من قارة لأخرى. الأسود الناعم المرسل بيتميز به الأسيويين. الشعر الأسود الناعم المتدلي بيتميز به سكان آسيا. بالنسبة لأوروبا الشعر هناك مختلف ومتنوع. إزاي؟ أوروبا فيها شعر مرسل ومموج، شعر طويل ومموج، وله اختلافات كبيرة في القطر واللون، بيختلف في حجمه وشكله ولونه. من شعر أسود قاتم، في شعر أسود قاتم يعني شديد السواد، إلى أشقر فاتح، إلى لون أشقر أو أبيض بالكامل. أما في أفريقيا فالشعر مجعد، الشعر مجعد ولونه أسود غالبا، غالبا لونه أسود. في النهاية بنقول ونأكد إن مفيش ملامح جميلة وأخرى قبيحة، كلها ملامح متنوعة ومميزة، ربنا وهبهالنا وأعطاهالنا، فلازم نشكر عليها، لأن الجمال الحقيقي مش جمال الوجه ولا جمال المنظر، الجمال الحقيقي بينبع من جمال الروح وأخلاقها وأدبها. جمالك جمال روحك وأخلاقك مش جمال شكلك. بعد الشرح ننتقل إلى الأسئلة. نشاط 2 بقى، بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة الآتية. 1- اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف: لون البشرة يتدرج نحو السمرة مع الاتجاه. لون البشرة بيزيد نحو السمرة مع الاتجاه، شرقا ولا شمالا ولا جنوبا؟ جنوبا. ب: يتميز أغلب سكان ألمانيا بالعيون الايه؟ الزرقاء. ج: يتميز سكان إفريقيا بالشعر الأشقر ولا الأسود المجعد ولا الأسود المستقيم؟ الأسود المجعد. 2- استخرج من النص، عايزين نطلع من النص مرادف كلمة يظهر في كلمة في النص معناها يظهر ينبع، كلمة ومضادها، عايزين نطلع كلمة من النص وعكسها، جميلة وقبيحة. جيم: كلمة وجمعها عين وعيون. نشاط 2 جيم: بعد قراءتك النص أكمل الجدول التالي وحدد القارة التي ينتمي إليها كل شخص. عندي جدول في لون البشرة والعيون والشعر والقارة، هأكمل الجدول وأحدد القارة التي ينتمي إليها هذا الوصف. أول عمود عندي لون البشرة بيضاء والعيون زرقاء وخضراء والشعر مرسل ومموج، يبقى بالتالي الصفات دي تعبر عن شخص من قارة أوروبا. العمود الثاني لون البشرة صفراء، العيون بنية، الشعر أسود ناعم مرسل، يبقى الصفات دي تدل على سكان آسيا. العمود الثالث لون البشرة سوداء، العيون سوداء واسعة، الشعر أسود ومجعد، القارة إفريقيا والمنطقة الاستوائية. نشاط 2 دال: أجب عن الأسئلة الآتية. 1- ما الجمال الحقيقي كما جاء بالنص؟
وهل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟ الجمال الحقيقي ينبع من جمال الروح بأخلاقها وأدبها. هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم أتفق مع هذا الرأي. لماذا؟ لأن الأخلاق تزيد جمال صاحبها. 2. من وجهة نظرك، ما الصفات التي تعبر عن جمال الروح؟ إيه الصفات اللي بتعبر عن جمال الروح اللي تخلي روحك حلوة، تخليك محبوب؟ حسن الخلق، التواضع، الحديث بالكلام الطيب، حب الخير للآخرين، بشاشة الوجه، كلها صفات تعبر عن جمال الروح. نشاط 3، الأساليب. اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عندي فقرة فيها كلمات باللون الأحمر هي محور الحديث. تختلف الأشكال والألوان كما تختلف الأجناس واللغات، وكل منا يحب أشياء ولا يفضل أشياء أخرى، ويختار أمورا ويترك أمورا أخرى. فهذا يقرأ كتبا علمية، وآخر يختار قصصا خيالية، وثالث يحب الأخبار، ولا ميزة لأحد على آخر. فقط يجب أن يحترم الإنسان أحوال الآخرين واختياراتهم. الكلمات اللي باللون الأحمر، يا ترى الكلمات دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ سؤال رقم 1. نلاحظ أن جميع الكلمات الملونة مفرد ولا مثنى ولا جمع. الأشكال والأجناس وأشياء وقصص وكتب وأمور يبقى جمع. 2. جميع الكلمات الملونة جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ هل الكلمات الموجودة عندي لها نهاية واحدة؟ لا، كل كلمة لها نهاية مختلفة عن الأخرى، فهو جمع تكسير. 3. كلمة الأشكال والأجناس موقعها في الجملة، فاعل ولا مفعول به ولا ظرف؟ نشوفها. كلمة الأشكال، تختلف الأشكال، إيه اللي بيختلف؟ الأشكال، يبقى الأشكال هنا فاعل. طيب الأجناس، تختلف الأجناس، إيه اللي بتختلف؟ الأجناس، يبقى هما الاثنين فاعل. عند ضبط آخرها نضع ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ الفاعل موجود على آخره إيه؟ ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ ضمة. 4. كلمة أشياء، أمورا، قصصا، الأخبار، أحوال، موقعها في الجملة إيه؟ نشوفها. كل منا يحب أشياء، مين اللي بيحب؟ هو بيحب إيه؟ أشياء، يبقى أشياء هنا مفعول به. ولا يفضل أشياء، برضو مين اللي بيفضل؟ هو، ضمير مستتر، أشياء مفعول به. أمورا نفس الكلام، كتبا آخر واحدة، عايزين مثال لفاعل موجود، يحترم الإنسان أحوال، مين اللي بيحترم الإنسان؟ بيحترم إيه؟ أحوال، يبقى أحوال مفعول به. يبقى معنى ذلك إن هذه الكلمات موقعها مفعول به. طيب عند ضبط آخرها نضع إيه؟ ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ الكلمات دي آخرها إيه؟ فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ فتحة. 5. جمع التكسير يشبه في ضبط آخره ضبط إيه؟ ضبط الكلمة بيكون يشبه المثنى ولا المفرد؟ إحنا عارفين المثنى بيعرب بحركات فرعية، يعني بحروف، بيرفع بالألف، يبقى معنى ذلك إن جمع التكسير يشبه المفرد. نشاط 3 بقى، ضع خطا تحت جمع التكسير ثم اكتر الموقع الصحيح مما بين القوسين. 1. وقف التلاميذ والمعلمون في طابور الصباح. فين الجمع التكسير؟ التلاميذ والموقع بتاعها فاعل. 2. حي الطلاب والمعلمون علم مصر. فين جمع التكسير؟ الطلاب، حي الطلاب، مين اللي حي الطلاب؟ يبقى ده فاعل ولا مفعول به ولا اسم مجرور؟ فاعل. 3. تختلف ألسنة الناس كما تختلف ألوانهم. فين جمع التكسير؟ ألسنة وألوانهم، إيه اللي بيختلف؟ ألسنة والألوان، يبقى ده فاعل.
أربعة، ألقى القائد كلمة فاستمع الجنود إليه. فين جمع التكسير؟ الجنود. مين اللي استمع؟ الجنود. يبقى الجنود فاعل ولا مفعول به ولا اسم مجرور؟ فاعل. نشاط 3 جيم، اختر الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، تصدر الطيور نقط مختلفة، أصوات ولا أصواتا ولا أصوات؟ الكلمة هنا موضعها مفعول به، لأن تصدر الطيور، الطيور فاعل، يبقى أنا محتاج مفعول به، والمفعول به بيكون منصوب، فأنا هختار أصواتا. اثنين، ترسو نقط في الميناء، إيه اللي بترسو؟ السفن، يبقى السفن فاعل، يبقى هدور على السفن اللي ضبطها الضمة، السفن، السفن، السفني، يبقى السفن. ثلاثة، يشارك أبي نقط الأفراح والأحزان، أبي فاعل، هو اللي بيشارك، يبقى أنا محتاج مفعول به، يبقى أختار الجيران ولا الجيرانة ولا الجيراني؟ الجيرانة بالفتحة. أربعة، تختلف نقط وعلينا أن نحترمها، إيه اللي بتختلف؟ الآراء، فاعل مرفوع بالضمة. خمسة، تعددت نقط والهوايات، الفنون، فاعل مرفوع بالضمة، هي التي تعددت، يبقى هي فاعل. نشاط 3 دال، لاحظ ما تحته خط ثم أكمل. واحد، تختلف الأطعمة في الأنواع والأشكال، كلمة الأطعمة موقعها إيه؟ إيه اللي بيختلف؟ الأطعمة، يبقى الأطعمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، الأطعمة جمع طعام. اثنين، يعرض المعرض أعدادا كبيرة من الكتب والمؤلفات، كلمة أعدادا مفعول به، ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. ثلاثة، تتنوع الأراضي فتخرج الأرض أنواعا شتى من النباتات، كلمة الأراضي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، إيه اللي بيتنوع؟ الأراضي، يبقى الأراضي فاعل. فتخرج الأرض، مين اللي بيخرج الأرض؟ تخرج إيه؟ أنواعا، يبقى أنواعا ده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. نشاط 3، أجب عن الأسئلة الآتية باستخدام جمع التكسير مراعيا ضبط الفاعل والمفعول به. واحد، ماذا صنع التلاميذ في الفصل؟ صنع التلاميذ أعمالا مميزة، أجبنا والجملة فيها فاعل مرفوع بالضمة ومفعول به منصوب بالفتحة والاثنين جمع تكسير. اثنين، كم كتابا اشترى التلاميذ؟ اشترى التلاميذ كتبا كثيرة. ثلاثة، ماذا فعل رواد الفضاء؟ اكتشف رواد الفضاء كوكبا جديدا، هنا كلمة رواد فاعل مرفوع بالضم. نشاط 3 واو، اجمع الكلمات التي تحتها خط جمع تكسير مراعيا موقعها وعلامتها. الكلمات اللي تحتها خط هنجمعها جمع تكسير. واحد، قرأ حازم قصة، قرأ حازم قصصا. اثنين، شاهد السائح الأثر، شاهد السائح الآثار. ثلاثة، صوب المعلم الخطأ، صوب المعلم الأخطاء. نشاط 3 زاي، هات جمع التكسير لكل مما يلي ثم ضعه في جملة مفيدة مراعيا الضبط الصحيح بحيث يكون فاعلا مرة ومفعولا به مرة أخرى. الكلمات اللي عندي عايز أجمعها جمع تكسير وحطها في جمل، مرة تكون فاعل ومرة تكون مفعول به. كلمة نفس جمعها نفوس وأنفس، تحب النفوس الخيرة، هنا النفوس فاعل، رأيت أنفسا خيرة.
رأيت التاء تاء الفاعل وأنفسا مفعول به. شعاع تظهر آشعة الشمس باكرا، آشعة هنا فاعل. رأيت آشعة الشمس صباحا، آشعة مفعول به. ثلاثة جهاز تعمل الأجهزة بدقة فاعل. باع التاجر الأجهزة كلها، الأجهزة مفعول به. نشاط 4 ألف حدد الخطأ ثم صوبه واذكر السبب. عندي 4 جمل، كل جملة فيها كلمة خطأ هحددها وصوبها واذكر أنا صوبتها ليه. 1. تذوق سامح أصناف من الأطعمة. فين الخطأ؟ أصناف، أصناف مفعول به، يبقى تكون منصوبة أصنافا لأنه مفعول به. 2. نشرت الصحف أخبار. فين الخطأ؟ الصحف وأخبار، الصحف فاعل مفروض تبقى مرفوع بالضمة، وأخبارا مفعول به تبقى منصوبة بالفتحة. فالتصويب الصحف لأنه فاعل مرفوع، وأخبارا لأنه مفعول به منصوب. 3. يميز الإنسان الروائح بالأنف. الخطأ الروائح، هي الروائح لأنه مفعول به منصوب. 4. عد البائع النقود. الخطأ النقود، الصواب النقود لأنه مفعول به منصوب. نشاط 4 باء اختر الجملة الصحيحة من كل مجموعة. عندي 3 مجموعات، كل مجموعة فيها نفس الجملة ولكن ضبطها مختلف. يدرس التلاميذ العلوم. يدرس التلاميذ العلوم، يدرس التلاميذ العلوم، الجملة الصحيحة الأولى. التلاميذ فاعل مرفوع بالضمة، والعلوم مفعول به منصوب بالفتحة. 2. يجتاز الأصدقاء الصعاب. يجتاز الأصدقاء الصعاب، يجتاز الأصدقاء الصعاب، الجملة الثانية. الأصدقاء مرفوع والصعاب منصوب. 3. عرض التلاميذ الفكرة. عرض التلاميذ الفكري، عرض التلاميذ الفكري، الجملة الصحيحة. عرض التلاميذ الفكرة فاعل مرفوع ومفعول به منصوب. نشاط 4 جيم أكمل القصة مراعيا ما تعلمته من قواعد مستخدما جمع التكسير. عايزين نكمل القصة ونستخدم القواعد الصحيحة لجمع التكسير. سأل المعلم تلاميذه أي المهن أفضل وأنفع للمجتمع، فأسرعوا في الإجابة عن السؤال. هنكمل هذه القصة، نكملها معا. فقال جاد مهنة الشرطي، فهو يحفظ أمن الناس. فرد محمد لا، بل الطبيب هو الأهم لأنه يعالج المرضى. ورد عمرو قائلا إنها مهنة المعلم، فهو يعلم التلاميذ وينمي قدراتهم. وهنا قال المعلم كل المهن تتكامل معا لخدمة كل أفراد المجتمع، ولا يمكننا الاستغناء عنها أو محو أي مهنة. لذا أردت يا أبنائي أن تعلموا أنه لولا الاختلاف ما صلح المجتمع. أكملنا القصة واستخدمنا فيها كلمات جمع تكسير زي المرضى وزي المهن وزي قدرات وزي تلاميذ، ورعينا القواعد. نشاط 5 شارك. العب مع أصدقائك لعبة من يكون، وقواعدها كالتالي: في بطاقة الوصف اختر شخصية مشهورة وصف شكلها. 2. يتم تطبيق البطاقات وتوضع داخل وعاء شفاف، ويختار كل تلميذ بطاقة مطبقة. 3. يقرأ التلميذ الوصف الموجود بالبطاقة ويبدأ التفكير في صاحب المواصفات المكتوبة.
هتختار شخصية مشهورة، هتوصف شكلها في بطاقات، بعد كده البطاقات هيتم تطبيقها ووضعها في وعاء. كل تلميذ هيختار بطاقة مطبقة ويقرأ الوصف ويبدأ يفكر مين صاحب هذه الصفات. يلا نلعب مع بعض. من يكون؟ لون البشرة: أسمر الشعر، أصلع ومجعد بالجانبين. العين: سوداء. الأذن: كبيرة. الفم: واسع. يا ترى الصفات دي تنطبق على مين من الشخصيات المشهورة؟ هو رئيس مصري سابق. فكر شوية ونشوف هو مين. بعد ما فكرت هنشوف هو طلع مين، وشوف انت اللي فكرت فيه صح ولا لا. الرئيس محمد أنور السادات. نشاط 5 بقى: تختلف معايير الجمال من شعب لآخر، ابحث عن أكثر معايير الجمال غرابة بالنسبة لك واكتبها، ثم تناقش فيها مع زملائك ومعلمك بالفصل. معايير الجمال تختلف من مكان لمكان ومن شعب لشعب. ابحث ودور شوف ايه أكتر معايير الجمال غرابة بالنسبة لك واكتبها، وبعد كده اطرحها على زمايلك ومعلمك في الفصل. احنا طبعا بحثنا وشفنا عادات وشفنا معايير غريبة جدا للجمال، هنشوف هنختار ايه من المعايير دي. اخترنا مثلا اسم البلد والشعب: موريتانيا، الشعب الموريتاني او شعوب غرب افريقيا عموما. معايير الجمال المختلفة: ايه معايير الجمال المختلفة عندهم؟ زيادة وزن الجسم، ده من معايير الجمال، وتسعى السيدات الى ان يصبحن سمينات جدا لان ذلك من اهم سمات الجمال عندهن. نشاط 5 جيم: اكتب ما يملى عليك. فقرة الاملاء هي: قبل ان يحرص الشخص على ان يجمل شكله الخارجي، عليه أن يحرص على تجميل روحه وأن يتعلم كيف يدهش الآخرين بصفاته الجميلة. فالأشياء الأكثر جمالا في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، لكن يجب أن تشعر بها بقلبك. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس بالكامل وحل التدريبات. لو عندك أي سؤال سيبهولي في التعليقات. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا إعجاب. شكرا لكم.